علوة معطر تنمى شانهم شان تمركز وبدار واجلا وضواريه وعيوا على الصمان بالفعل دوشان ما به قبيلة دمها ما انتثر فيه عبد العزيز اللي طلع ما طلع سهزام يمشي ماشي الله عطاكم دار يا نسل وطبان هي ملك جدك فعل ما هو بشاري عنها غدير الموت قف بلا ضعان خلى الوطن الغنم واللي عدا تغنم المعبر خايف وزعلان من ضرب شلف وقعت في ثنادي علوة معطر تنمى شانهم شان تمركز وبدار واجل وضواري وعيوا على الصمان بالفعل دوشان ما به قبيلة دمها ما انتثر فيه من ضرب شلف تودع الجوف قيان مضربهم يبهر طبيب نداوي وعقب المعارك صار المطير مسكان تميدان وبدار ورسه ومباني يشهد ثلاث عدود في وسط صمان هي ملك فيصل حصله وافتخر فيه دار عجيبة خصمه صوه جوانب مناهي هي مرتع للنوق حلوة الألبان اللي ذكر دعسان زينة مراعي ومثله ذكرها زيد في بدع الألحان الكوع حط في دلاي المواري هي مرتع زويد معاشق حق طعام في منوت شوف الحبا حط به الوطبان منزل وبنيان في خيرة الله ربهم حطهم فيه واصبح جنب الشيطان العطش ريان على المزارع جاريات سواقي أول قبول صار للخيل ميدان وكل عنا له يم حافله يراعي عبد العزيز اللي طلع